كابتن أسامة، في نجوم كتيرة جدا تألقت في النادي الأهلي، من وجهة نظرك أنا عارف إن هتقول كله، ولكن لا ما أكيد أتفضل. لا كمل. أنا عارف يعني أنت أنا عارف إن إحنا هم بالفعل فعلا. كلهم أدوا دور مهم جدا، ولكن مين اللي تحس إن هم أفضل اللاعبين مثلا؟ زي ما أنت قلت، لازم هقول كل الناس أدت صح. بشكل كويس قوي، وبالذات في المباراة الأخيرة عدد المجيدين فيها كان أكتر من أي مباراة أخرى، يعني أكتر من مباراة بايرن وأكتر من مباراة الدحيل القطري. كانت اللعيبة فايقة جدا، أدت بشكل كويس قوي معظم اللعيبة. شخصية النادي الأهلي كمان بانت مع بطل البرازيل وبطل أمريكا الجنوبية. ده فريق ضعيف يعني. لا ما هو بص، النغمة ديت كل ما تكسب حد، احنا كده هنجيب بقى فرق من كوكب تاني، هنجيب بقى من المريخ ولا من المشتري بقى ولا الحاجات دي. ما هو ما فيش غير كده يعني، انت بتكلم بطل أمريكا الجنوبية، بطل البرازيل أولا، والبرازيل حدث ولا حرج طبعا، حدث ولا حرج. وبعدين كمان بطل القارة كلها يعني. هو كسبان صحيح سانتوس برازيلي برضه، في لعبه في النهائي الليبرتادوريس أندية أمريكا الجنوبية، لكن القارة كلها يعني أندية أرجنتين وفنزويلا وكولومبيا وكل الكرة اللاتينية يعني. فإنجاز طبعا كبير، فكل اللعيبة أدت بشكل عالي جدا، ولكن في زي ما أنت قلت ناس كانوا يعني التميز أكتر شوية، وفي ناس لعبت الثلاث ماتشات. فأنا بشكرهم كمان على الجهد الغير عادي اللي بذلوه من خميس لاثنين لخميس، يعني 8-4 و8-11، يعني ضغط عالي جدا في ثلاث ماتشات. مستويات عالية طبعا. أنت حتى في التدريب يا إسلام بتيجي تقول في حمل متوسط وحمل عالي وحمل أقصى، يعني ده احنا صح. بقى يعني فدي الماتشات دي تعتبر مش اقصى بقى، كمان فوق الاقصى كمان. انت بتلعب بايرن ميونخ، بتلعب بطل البرازيل بالميراس، ولاعب قبلها الدحيل القطري في وقت ضيق. فكون اللعيبه لغايه اخر دقيقه في اخر ماتش بتادي بالقوه البدنيه ديت وبالتنظيم دوت، فده انجاز يحسب له.